حصلت على المركز الثاني في مسابقة تيجان النور العالمية، وأنا سعيد بهذا الفوز، وأهدي هذا الفوز لكل المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس، وأهدي هذا الفوز أيضا لوالدي. لا شك بأننا نفرح بهذا الفوز الكبير الذي نهديه للمغاربة كافة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذه المسابقة مسابقة تيجان النور يشارك فيها المتسابقين من شتى أنحاء العالم، والحمد لله حمزة أركون حصل على المركز الثاني عالميا، نسأل الله التوفيق. كما نهدي هذا الفوز لمدرسته المباركة التي اعتنت به، مدرسة رياض المناهل، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير، وبارك الله فيكم وشكرا على هذا الاهتمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. صدق الله العظيم.